الحكمة متذيل ترتيب بمواجهة شباب الساحل الخامس على ملعب برج حمود الساحل المرشح بقوة لتخطي الأخضر ويبقى قريب من الفرق المنافسة. البداية مع فرصة للحكمة، محمد عبد الساتر على الجهة اليسرى بيخترق منطقة الجزاء وبيسدد، لكن عباس شي تتدخل بالوقت المناسب. أيضا الحكمة كرة من حسين طحان لداخل المنطقة، رأسية من السوري علي غليوم أبعدها جاد نور الدين. الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي. بالشوط الثاني دقيقة 58 محاولة للساحل، حسن كوراني للبرازيلي إيغور داسوزا لموسى الزيات، إيغور بيسدد فوق المرمى، لعبة ممتازة من الساحل. الدقيقة 63 كرة للحكمة المخضرة، محمد قصاص بينطلق، علي غليوم لقصاص بينفرد، قصاص بيسدد وبيسجل 1-0 للحكمة. الساحل حاول يعادل قبل نهاية الوقت، ركلة حرة من نيجيري موسى كبير والحارس حسين كحلول أبعدها لركنية، والحكمة حافظ على تقدمه حتى النهاية وسجل أول فوز لإله بدوري ألفا بعد مرور 16 جولة. أما الساحل فهو فقد منطقيا أماله بالمنافسة على اللاب بعد ما ابتعد 12 نقطة عن المتصدر قبل 6 جولات من النهاية. أداء رائع للحكمة وفوز أول بالدوري، هل الإدارة الجديدة دور بالأداء الملفت؟ أول شيء قبل الإدارة الجديدة شكر كبير كبير، يعني أكثر من كبير، للعيبة، اللعيبة يلي تحملوا كل شيء لحتى اجت الإدارة الجديدة، وبإذن الله من هيدي الجمعة تأمن شيء للعيبة، وهلأ رح يتأمن كل شيء. إدارة الجديدة دعمتنا معنويا ماديا وكل شيء، اللعيبة صبروا، وإن شاء الله مع هيدي الإدارة الجديدة بلش يبين الفرق. هيدا أول فوز، وإن شاء الله النتائج المنيحة بتكون لقدام بالمباريات القادمة.